بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الآن راح نبلش في مراجعة محاضرة 11، موضوع الجلوكونيوجينيسيس. باختصار، أنا لما يكون عندي حالة في الجسم اللي هي ستارفيشن، أنا بصير إني أكسر بالجلايكوجين عشان أطلع جلوكوز، تمام؟ بكون محتاج الجلوكوز فبكسر الجلايكوجين عشان أطلع جلوكوز، وهذا الجلوكوز أستخدمه، خاصة العقل بيحتاج لجلوكوز، تمام؟ فبيخلص عندي الجلايكوجين، فبضلش حل قدامي إلا إني أروح على المواد الثانية غير الكربوهيدرات، يعني غير الجلايكوجين، احولها لجلوكوز، تمام؟ طيب، فبالتالي هاي العمليه تحويل المواد غير الكربوهيدرات لا جلوكوز تسمى ايش؟ جلوكونيوجينيسيس. طيب، نتعرف على الاشياء اللي ممكن نحول منها الجلوكونيوجينيسيس. اول واحده اللي هي اللاكتيت، الثاني اللي هي الجلوكونيوجينيك امينو اسيد، جلوكونيوجينيك مش الكيتوجينيك، والجليسرول برضه، وعندنا الاود تشين، يعني الفاتي اسيد عندنا نوعين، اود وايفن تشين. احنا الاود اللي بنقدر منه نصنع اللي هو الجلوكوز، تمام؟ طيب، هسه في عندي اللي هن الفوائد تبعات الجلوكونيوجينيسيس. طبعا بس نحكي شغله، الجلوكونيوجينيسيس هو عباره عن عمليه عكسيه تماما للجلايكولوسيس، تمام؟ طيب، فبالتالي عندنا اهميه له اللي هو بحافظ على مستوى الجلوكوز زي ما حكينا، خاصه للدماغ بيحتاج، تمام؟ طيب، بحكي لك برضه الجلوكوز هو يعتبر مين سورس زي ما حكينا، هاي الاشياء اللي بتعتمد على الانيروبيك، وبرضه بحافظ لي على الاسيد بيس بالانس. كيف؟ اللي هو انا مثلا بتكون عندي لاكتيت، قاعد لاكتيت، بدل ما هذا اللاكتيت يضل يتكون بالجسم بحوله عن طريق يوري كوري سايكل، اللي هي بالمناسبه يعني هي عباره عن جلوكونيوجينيسيس، بحوله لجلوكوز وبخلص هيك من الاسيديتي اللي بيصير عندي، لانه اللاكتيت يعتبر حمض، تمام؟ هذول ثلاث نقاط تقرون قراءه، اقراوهم، ما قراتهم عادي مش كثير مهمين لانه راح نشرحه بعدين، تمام؟ هسه في عندنا اللي هو موقع وين بصير الجلوكونيوجينيسيس، بصير اغلبه في الليفر من 85 ل 90%، وفي نسبه قليله بتصير في الكيدني كورتكس. وين بصير تحديدا؟ في الخليه، بصير شيء منه في الميتوكوندريا وشيء منه في السيتوسول، تمام؟ طيب، ومتى بصير عندي؟ بالبرولونجد فاستنج بصير عندي في حاله انا بتخلص من اللاكتيت، وبصير عندي في الامبالانس دايت، تمام؟ شو الامبالانس دايت هاي؟ اللي هي بيكون عندي مثلا واحد مثلا بيجي بيعمل دايت، تمام؟ بيجي بصير يتناول كميات قليله جدا من الكربوهيدرات وكميات كبيره من الفات، فانا بروح بترك مثلا الكربوهيدرات خلصت عندي، تمام؟ خلص صنعت منها اللي هو جلوكوز، فبالتالي بتجه على الفات بصنع منها جلوكوز، وهي العمليه بتسمى ايش؟ جلوكونيوجينيسيس. فالامبالانس دايت اللي هو لو كربوهيدرات اند هاي فات، هذا بحفز لي عمليه ايش؟ الجلوكونيوجينيسيس. النقطه الثانيه تقرون قراءه، تمام؟ طيب، هسه في عندنا اللي هو زي ما حكينا الجلوكونيوجينيسيس هو عباره عن عمليه عكسيه تماما للجلايكولوسيس، يعني هاي الجلايكولوسيس قدامنا، تمام؟ احنا فعليا حنرجع في التفاعل نكون جلوكوز، تمام؟ طيب، لكن في بس عائق بسيط قدامنا، ايش هو؟ بحكي لك في ثلاث تفاعلات عندي عباره عن الريفرسبل، ما بنقدر نرجع فيهم. مين هم هذول التفاعل؟ بحكي لك تفاعل تبع البايروفيت، اللي هو البايروفيت اللي هو تبع البايروفيت لفوسفين البايروفيت، هذا اللي بيقوم فيه البايروفيت كاينيز، هنا ما بنقدر نعكسه، تمام؟ ما بنقدر نعكسه. وبرضه التفاعل الثالث، وعندي التفاعل الاول برضه. طب شو الحل معنا؟ هسه بحكي لك. اول شيء عندي بحكي لك اللي هو التفاعل تبع البايروفيت كاينيز، بحكي لك وجدوا العلماء انه في شيء بيصير عندنا في الجسم، ايش هو؟ بقول لك انه البايروفيت هيو بيجي بتحول لاوكزالو استيت، تمام؟ لازم يتحول اول شيء لاوكزالو استيت. هسه يتحول لاوكزالو استيت بيستهلك كان اي تي بي، حبه اي تي بي، تمام؟ وبالمقابل الاوكزالو استيت، تمام؟ طبعا اول شيء بيكون البايروفيت بالسيتوسول بيتحول بينتقل الميتوكوندريا، بعدين في الميتوكوندريا بيتحول البايروفيت لاوكزالو استيت وبيستهلك اي تي بي، تمام؟ والاوكزالو استيت بيجي بيرجع على السيتوسول، ما بيقدر لانه هذا الغشاء ما بيمر فيه، فبيتحول لماليت بتخبى تحت الماليت، والماليت بيروح بينتقل للسيتوسول، هناك بيرجع الماليت بيتحول لايش؟ لاوكزالو استيت. فالاوكزالو استيت بيرجع بيستهلك جي تي بي اللي هي بمثابه اي تي بي، وعن طريق انزيم اسمه فوسفو انول بايروفيت اللي هو البيبسي كي بيتحول لايش؟ لفوسفو انول بايروفيت. وهيك احنا صار عندنا انترميديت لايش؟ للجلايكولوسيس. لو نرجع هنا الفوسفو انول بايروفيت فعليا نقدر نكمل منه وين؟ على الاجلاي، على ان نكون الجلوكوز، تمام؟ طيب، فبالتالي احنا لما نيجي نكون بايروفيت نحول بايروفيت لفوسفو انول بايروفيت مش بخطوه واحده، بدنا بخطوتين. اول شيء نحول لاوكزالو استيت، وبعدين الاوكزالو استيت ينتقل على السيتوسول ونحوله لايش؟ لفوسفو انول بايروفيت، تمام؟ تمام. هسه في عندنا اللي هو التفاعل تبع اللي هو الفوسفو فركتوكاينيز، هيو يجي عليه بس نحكي عنه، هيو الفوسفو فركتوكاينيز هذا، تمام؟ الفوسفو فركتوكاينيز هيو احنا فعليا هنا حنستبدله بانزيم اسمه فركتوز 1,6 بيس فوسفاتيز، تمام؟ هذا الانزيم بيجي بينزعلي الكربوني هاي بحول لي، عفوا الفوسفات على الكربوني هاي بحول لي لايش؟ لفركتوز 6 فوسفات.
بيمشي العملية. طب بضل عندنا كمان تفاعل، ايش هو؟ اللي هو تبع الهيكسوكاينيز، بستبدل الهيكسوكاينيز بانزيم اسمه ايش؟ جلوكوز 6 فوسفاتيز، نفس الوظيفة تمام؟ شو بيسوي؟ بينزع لي حبة فوسفات بيحوله لجلوكوز. طب في التفاعل هذول هو بينزع حبة فوسفات، هل بيكون لي اي تي بي او اي دي بي؟ لا، لا بيكون اي تي بي ولا بيستهلك اي تي بي تمام؟ بيطلعها على شكل حبة فوسفات ان اورجانيك تمام؟ هيك عادية، لا بيكون اي تي بي ولا بيستهلك اي تي بي، اللي بيستهلك بس التفاعل هذا. التفاعل هذا لما بدك تحول 2 بايروفيت ل 2 فوسفو انول بايروفيت رح تحتاج ل اي تي بي، رح نحكي عنها كمان شوي تمام. طيب هسه في عندنا اللي هو موضوع، ثواني شوي، اول مصدر عندنا اللي هو اللاكتيت. اللاكتيت باختصار انت لما تيجي عندك لاكتيت عن طريق اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز انزيم بتحوله لايش؟ لبايروفيت تمام، سهل، بتحوله لبايروفيت، والبايروفيت بعدين بيكمل طريقه تمام، بيكمل طريقه تمام. في عندنا شغله اللي هي كمان مصدر اللي هو حكينا هي اللاكتيت طبعا عن طريق ايش اسمها، اللي هي الكوري سايكل تمام. زي ما حكينا الكوري سايكل بيجي عندك 2 لاكتيت بالمسل او بالإريثروسايتس او بال اي تفا... اي اي خلايا ثانيه بينتقلوا للليفر، ومن الليفر هناك التو لاكتيت بتحول لتو بايروفيت تمام. والتو بايروفيت هذول بيستهلكوا 6 اي تي بي، رح نحكي عنهم كمان شوي، عشان يتحولوا ايش؟ للجلوكوز تمام، عن طريق كوري سايكل. واللي هي كوري سايكل حكينا عنها بالجلايكوليسيس تمام. بيحكي لك عندنا اللي هو الجلوكوز فروم امينو اسيدز تمام، جلوكوز فروم امينو اسيدز. في عندنا اللي هو بحكي لك انه الامينو اسيد في عندنا نوعين، ايفن وفي عندنا اود تمام. بدنا نحفظ معلومه انه لا عفوا هذيك الفاتي اسيد، الامينو اسيد في عندنا كيتوجينيك وفي عندنا جلوكوجينيك وفي عندنا شيء اسمه ميكسد. الجلوكوجينيك هم بقدر منهم اصلا الجلوكوز، الكيتوجينيك لا، الميكسد الميكسد ايش هم؟ الميكسد هم بيقدروا يسووا كيتون باديز، بيقدروا يمارسوا عمل الكيتوجينيك وعمل الجلوكو جينيك تمام. طيب اثنين اللي ما بيقدروا يحولوا لي الجلوكوز هم الليوسين واللايسين تمام. طيب هسه في عندنا اللي هو الامينو اسيد، بس نحكي شغله، وهذا كان شرح هيك مني. هسه الامينو اسيد شو اللي بصير عندنا؟ الامينو اسيد بيجوا بيشاركوا في عمليه الكريبس، يا بينتجوا لي يا على طول بيشكلوا لي بايروفيت، والبايروفيت بتحول لاوكزالو استيت، والاوكزالو استيت عن طريق البيبسي كي بتحول لفوسفوين بايروفيت زي ما حكينا قبل شوي، وهيك بيساهموا لي في صناعه الجلوكوز، يا انهم بروح بيشاركوا في كريبس. كيف؟ بحكي لك بيجوا هذول مثلا، هذول الامينو اسيد اللي انا شايفينهم بروح بيشكلوا الفا كيتو جلوتاريت، بتمشي الكريبس سايكل بتكون لي ايش؟ اوكزالو استيت. فالاوكزالو استيت هنا بيتحول برضه عن طريق البيبسي كي لايش؟ للجلوكوز، لفوسفوين بايروفيت بيكمل طريقه للجلوكوز. نفس الشيء بيجوا كمان امينو اسيد بيروحوا بيشاركوا في ايش؟ في تصنيع مثلا السكسين الكو اي، السكسين الكو اي يعتبر من ضمن الكريبس سايكل، فبالتالي بيحفز عمل الكريبس سايكل، بيحفز عمل انتاج الاوكزالو استيت. نفس الشيء برضه عندنا اللي هو هذول بيشاركوا في تصنيع الفيومرات، ولازم هذول الشغلات تحفظوهم تمام. وين كل امينو اسيد بيشارك لازم تحفظوها، هاي شغله مهمه كثير تمام. طيب برضه هاي كان في هيك كم من شغله هيك خربش مني تمام. هسه ايش اللي بصير عندي؟ في عندي شيء اسمه جلوكوز الانين سايكل تمام. بيجي عندي الانين اللي هو بكون وين؟ بكون داخل المصل تمام، داخل المصل تمام. طيب هسه الانين داخل المصل بروح بينتقل للهيباتوسايت الموجود بالليفر تمام، فالى خلايا الليفر، هيباتوسايت هي نفسها خلايا الليفر تمام. فبالتالي التو الانين هذولا عن طريق الترانز امينيشن بيتحول لتو بايروفيت تمام، والتو بايروفيت هذول ايش بيتحولوا؟ لجلوكوز. بيرجع الجلوكوز وين بيروح؟ بيروح على المصل سيل، وبيصير له هسه هاي العمليه ايش اسمها؟ جلوكونيجينيسيس. الجلوكوز بيتحول لتو بايروفيت عن طريق ايش؟ الجلايكوليسيس. فبالتالي البايروفيت بيرجع عن طريق الترانز امينيشن بيتحول لتو الانين، وبيرجع التو الانين هذول بيتكونوا لايش؟ لتو بايروفيت. فبالتالي هي كانها ايش؟ كانها عباره عن سايكل تمام. بدنا نعرف انها هي مرتبطه بكوري سايكل، بدنا نعرف انها هي بتقدر تنقل ال NH3 ان نون توكسيك فورم. كيف يعني؟ هسه الامونيا تعتبر سامه تمام، بدل ما انقلها من المصل للهيباتوسايتس بالدم بتنتقل عن بشكل الانين تمام، من ضمن الالانين، فبتكون نون توكسيك تمام. فهيك انا بحمي الجسم من انه تمام. هسه بالنسبه لموضوع الجليسرول احنا هو عباره عن 3 كربون، فاحنا رح نحتاج 2 جليسرول عشان نحولهم لايش؟ اللي هو الجلوكوز تمام. فبالتالي اول حبه جليسرول بتدخل عندنا عن طريق انزيم اسمه جليسرول كاينيز، بيستهلك اي تي بي، بيحول لجليسرول 3 فوسفات. هذا بيجي انزيم اسمه جليسرول 3 فوسفات دي هيدروجينيز، ما دام دي هيدروجينيز حينتج ناد اتش او حيستهلك ناد اتش، فهو انتج لي ناد اتش هنا وحول لي اياه لدي هيدروكسي استون فوسفات تمام. هسه بس بدي احكي شغله، احنا المطلوب منا
نجيب حبتين جليسرول ونحولهم بالنهايه لايش؟ لفركتوز 1,6 بيس فوسفيت. لو ترجعوا في الجلايكوليسز راح تعرفوا ان الفركتوز 1,6 بيس فوسفيت اصلا لما نقسمه راح ينقسم لداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ولجليسرول الدهاي 3 فوسفيت. معناته انا محتاج من التو جليسرول راح يدخلوا لي اني اكون واحد منهم يكون لي داي هيدروكسي اسيتون وواحد منهم يكون لي جليسرول الدهاي 3 فوسفيت. ففي منهم واحد بيمشي 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 وبيتحول لايش؟ بيوصل لداي هيدروكسي اسيتون، لكن بيجي بيستلموا انزيم اسمه ايزومريز وبيكون لي ايش؟ جليسرول الدهاي 3 فوسفيت. لكن في انزيم في جليسرول الثاني بيوصل لداي هيدروكسي اسيتون وبوقف. ليش بوقف؟ بقول لك انا هنا ما بدي اتحول لجليسرول الدهاي 3 فوسفيت عشان احنا الاثنين نندمج مع بعض، تمام؟ وعن طريق انزيم اسمه الالدوليز نكون فركتوز 1,6 بيس فوسفيت، تمام؟ فانت احفظوا انه الانتري بوينت اللي هي النقطه اللي بيدخل فيها الجليسرول على تفاعل الجلايكوليسز اللي هي ايش؟ الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، تمام؟ طيب فبالتالي بيكون لي فركتوز 1,6 بيس فوسفيت وبيمشي بعدين لتكوين الجلوكوز، تمام. هسه ايش اللي بصير؟ اللي بصير عندي بالفاتي اسيد تشين انه انا في عندي نوعين، في عندي اود وفي عندي ايفن، تمام. الاود ممكن تكون لي، لكن الايفن هي النقطه الاهم طبعا، انه ما مستحيل تكون، تمام. هاي دكتور حكى انه راح يجيبها بالامتحان انه ما بتكون لي ابدا اي جلوكوز، تمام. طيب هسه بالنسبه للانرجي ريكويرمنتس فور جلوكونيوجينيسيس في شغله بس انا نسيت احكيها، موضوع البايروفيت لما نحوله هيها فوق، ان البايروفيت لما تيجي تحوله لاجزاء الاستيت هذا في التفاعل هذا حتحتاج اي تي بي، ماشي. ففعليا اي تي بي لما تيجي عفوا البايروفيت لما تيجي بدك تحوله لفوسفو انو البايروفيت كمحصله راح تحتاج هنا اي تي بي وهنا كمان جي تي بي، فعليا كانها اي تي بي هاي. ففعليا هنا اثنين اي تي بي بدك تضرب من اثنين لانه انت محتاج اثنين بايروفيت مش واحد. فبالتالي بالمحصله البايروفيت قبل ما يدخل على الفوسفو انو البايروفيت او لما يدخل على الفوسفو انو البايروفيت راح نكون صرفنا اربعة اي تي بي، تمام. وفي كمان اثنين اي تي بي راح ينصرفوا داخل الجلايكولوسيس، فبيصفي قديش؟ بيصفي عنا هاي ثواني، بيصفي عنا البايروفيت راح يحتاج 6 اي تي بي. ولو نرجع على الاوكزالو استيت، الاوكزالو استيت بدك سنتين عشان تحوله ل شو اسمه، لا حكينا لا فوسو انو البايروفيت، لانه بدناش ننسى انه احنا بدنا سنتين اوكزالو استيت مش وحده، تمام. وفي سنتين راح يضيعن كمان جوا التفاعل. الجليسرول هو اكثر واحد منهم بوفر عليه طاقه، وهي المعلومه حكى الدكتور ممكن يجيب الامتحان، هي انه الجليسرول اكثر واحد منهم بوفر طاقه. ليش؟ لانه حيحتاج بس 2 اي تي بي، ماشي، بس حيحتاج 2 اي تي بي اللي هو لما نحول للجليسرول 3 فوسفيت بس، تمام. وما ننسى انه احنا كل هذول رح نضرب من 2، يعني فعليا حبه البيروفيت صح بتكلفني 3 وحبه الاوكزالو استيت بتكلفني 2 وحبه الجليسرول بتكلفني 1، لكن بالنهايه انا بدي ايش؟ بدي اضرب ب 2 لانه فعليا احنا بنحتاج 2 بيروفيت او 2 اوكزالو استيت او 2 جليسرول، تمام. طيب هذول التفاعلات بوضحوا لك ايش هم الاثنين اللي راح نحتاجهم نحن حكينا عنهم، تمام. اثنين اي تي بي راح نحتاجهم، تمام. انت لما تيجي تحول بايروفيت تو مولكيولز اوف بايروفيت لاوكزال استيت راح تحتاج اثنين، والاوكزال استيت لما بدك تحوله فوسفو انو البايروفيت راح تحتاج برضه اثنتين، والتو مولكيولز اوف فوسفو انو البايروفيت لما تيجي تحولهم الى 1 3 بيس فوسفو جليسرات راح يحتاج ايش؟ 2 اي تي بي برضه، تمام. طيب بس انت احفظ هذول الثلاثه، هذول مهم، هذول مش كثير تهتم فيهم، هذول انت اهتم فيهم وافهمهم فهم، تمام. طيب بالنسبه للريجوليشن للجلوكونيوجينيسيس لو ترجع للجلايكوليسيس تقريبا هو العكس، تمام، هو العكس تماما. فنبدا اول شيء هسه بحكي لك، هو في عندنا 4 كي انزيمز اللي في الجلوكونيوجينيسيس اللي هم اخذناهم قبل شوي، اثنين منهم عشان نحول بايروفيت وواحد منهم عشان التفاعل اللي هو اللي تبع الفوسفوفركتوكاينيز وواحد تبع الهيكسوكاينيز، تمام. لكن اهم واحد عندهم اللي هو الفركتوز 1,6 بيس فوسفاتيز، تمام. هذا اللي هو بديل الفوسفوفركتوكاينيز، تمام. هذا بيحول لي الفركتوز 1,6 بيس فوسفات لفركتوز 6 فوسفات، تمام. طيب هذا هو اهم واحد فيهم، لكن هذول الاربعه بشكل عام هم الكي انزيمز، تمام. طيب بصير عندهم نوعين من الجلايكول، عفوا نوعين من الريجوليشن اللي هم اللوستريك هرمونال، تمام. بس بدي احكي شغله انه الانهبيشن تبع الجلايك او عفوا الريجوليشن تبع الجلايكوليسيس بيكون عكسي تماما، عكسي تماما مع الجلايكوليسيس مع الجلوكونيوجينيسيس. فمثلا انا لو اني عامل انهبيشن للجلايكوليسيس راح يصير عندي ستيميليشن للجلوكونيوجينيسيس والعكس صحيح، تمام. طيب اول شيء نبلش في الالستريك ريجوليشن للبايروفيت كاربوكسيليز، تمام. الدكتور حكى عن المهمات كثير، تمام، وهاي راح يجي عليها قال ممكن سؤالين او ثلاث. هاي هسه بنحكيهم. هسه انت في حال عندك لو انرجي ستيتس في الخليه، كانت خليه ما فيها طاقه ابدا،
فأول شغلة راح تسويها، راح تسويها إنك تروح تنتج طاقة. فبالتالي بيحكي لك إنه أنت لازم هنا تعاودي تشكل الأوكزال أستيت، تشكل أوكزال أستيت عشان إيش؟ عشان تعمل اللي هو تودي الأوكزال أستيت وين يشارك؟ يشارك بالكريبس سايكل، والكريبس سايكل هي بتنتج لي طاقة. كيف يعني؟ هسا أنت مثلا عندك لو إنرجي بالخلية، تمام؟ فبتروح بتسوي جلوكوز، تمام؟ بتروح بتسوي جلوكوز، بتسوي عملية جلوكونيوجينيسيس. ليش؟ عشان الجلوكوز تعاود تكسره كمان مرة، تكسره وتروح يكسره ينشئ لك بايروفيت، البايروفيت تتحول لاسيتيل كو اي، والاسيتيل كو اي بعدين يروح يساهم في عمليه الكريبس سايكل. بس انتم اهتموا ايش؟ انه يجدد لي الاوكزالو استيت عشان ايش؟ عشان تشارك في كريبس، عشان تقدم لي عشان تقدم لي اي تي بي. انسوا الحكي اللي حكيته، خلص ركزوا انه هي متى لما يكون عندنا طاقه منخفضه لازم نعمل احنا ريبلينش للاوكزالو استيت، يعني نعاود نكونه عشان تروح على الكريبس سايكل وتشكل لي طاقه، لانه انا عندي طاقه ما فيش، تمام؟ في حاله الهايبوغليسيميا اللي هي نقص السكر من اسمها يعني، نقص جلوكوز في الدم، انت بدك تكون جلوكوز. فبالتالي بقول لك الاسيت الكو ام اللي بينشا من الليبولايز اللي هو تكسير الليبيدز، والبيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيدز تكسير الفاتي اسيدز، تمام؟ الاسيت الكو ام اللي بينشا منهم وين بروح بيشارك؟ بقول لك بروح بيشارك في الكريبس، وبيساهم لي في الكريبس. طبعا بتنشئ لمين في الاخير؟ اوكزالو استيت. فالاوكزالو استيت بيرجع بيشارك في مين؟ في الجلوكونيوجينيسيس. والجلوكونيوجينيسيس ايش بيسوي؟ بيعمل لي انه بيزود نسبه الجلوكوز في الدم. فبالتالي انا بحل مشكله الهايبوجلسيميا، يعني هايبوجلسيميا بدك تشكل سكر، تشكل جلوكوز. مين اللي بيشكل الجلوكوز؟ اللي هو الجلوكونيوجينيسيس. فبيحكي لك انه الاسيت الكوي بروح بيحفز كريبس، وكريبس بتصنع لي اوكزال استيت، والمقابل اوكزال استيت شو بيسوي؟ بيحفز لي عمليه الجلوكونيو جينيسيس، لانه الاوكزال استيت بنعرف بيتحول لفوسفين البايروفيت، وبعدين بيتكون الجلوكوز، تمام؟ بيحكي لك انه كمان شغله عنها الاسيت الكوي شو بيسوي؟ بيعمل انهبيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز، وبلوكس ذا كونسامبشن اوف بايروفيت، تمام؟ هاي العمليه او الجلوكونيو جينيسيس بتعمل انهبيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز اللي هو اللي بيحوله لايش؟ لاسيتيل كو اي، تمام؟ احنا مش محتاجينها انا، خلص يعني احنا بدنا نكون مين؟ بدنا نكون اللي هو البايروفيت، تمام؟ فبقول لك بلوكس كونسمبشن اوف بايروفيت، لان البايروفيت احنا محتاجينه عشان نشكل مين؟ عشان نشكل اللي هو الجلوكونيوجينيسيس، تمام؟ عشان نشكل عفوا نشكل الجلوكوز، تمام؟ طيب، طب انا مثلا في حاله عندي هاي انرجي في الخليه وعندي كثير كثير الكربوهيدرات متوفره، بقول لك بصير عندنا تكسير، صح؟ بصير عندنا اوكسيديشن، وبترتفع نسبه الاسيت الكو اي كمان، وبالتالي بيرتفع الاوكزالو استيت. ليش؟ لانه الاسيت الكو اي بروح بيشارك في كريبس، بيساهم لي في انه يزيد نسبه الاوكزالو استيت، تمام؟ فبالتالي شو اللي بصير عندي؟ بيروح بيشكل ستريت، وبيساهم في صناعه الفاتي اسيد سينثيسز. يعني انا اعيد لكم اياها هاي النقطه، هسا عندنا الكربوهيدرات كثيره في الجسم، تمام؟ فبالتالي بتؤدي لارتفاع مين؟ ارتفاع الاسيتيل كو اي، لارتفاع الاسيتيل كو اي. بالتالي الاسيتيل كو اي بيرفع لي اللي هو الاوكزال استيت عن طريق مين؟ عن طريق اللي هو الانزيم اللي هو البايروفيت كاربوكسيليز. البايروفيت كاربوكسيليز اللي هو بيحول لي ايش؟ بيحول لي البايروفيت لاوكزال استيت. بشكل عام انتم اهتموا انه بيرفع الاوكزال الاسيتيل كو اي، بيرفع الاوكزال استيت، بشكله مع بعض ستريت. الستريت وين بيروح بيشارك؟ في الفاتي اسيد سينثيسز، تمام؟ نعيدها كمان مره، الهاي انرجي اوف ستاتس اوف ذا سيلز بتكون فيها، هاي بتكون الطاقه العاليه، وبتكون في عندنا كربوهيدرات كثيره، فبالتالي بيؤدي لارتفاع الاسيتيل كو اي، رح يصير تكسيرها، رح يصير جلايكولوسيز، بترتفع الاسيتيل كو اي. الاسيتيل كو اي بحفز لي تصنيع الاوكزالو استيت، تمام؟ بحفز لي عمل بايروفيت كاربوكسيليز اللي هو بيحول البايروفيت لاوكزالو استيت، تمام؟ فبالتالي شو اللي بيصير عندي؟ اللي بيصير عندي الاوكزالو استيت بيساهم في صناعه الستريت، تمام؟ لانه بيروح بيشارك في مين؟ في كريبس، وباخذ من الكريبس اللي هو الستريت هذا، بروح بساهم في صناعه الفاتي اسيد سينثيسز. بدل ما انا عندي كثير الكربوهيدرات عاليه، بروح بشارك في صناعه مين؟ الفاتي اسيد سينثيسز، تمام؟ بالنسبه للفركتوز 1 6 بيس فوسفات بدكم تقراوا عنه، يعني هو هذا اللي هو الفركتوز 2 6 بيس فوسفات، هذا بيثبط عمل الفركتوز 1 6 بيس فوسفاتيز، تمام؟ بيثبط عمله عكس عمله مع الجلايكوليسز، تمام؟ هي نوضح العلاقه هنا، هاي بس نورجيك اياها. هي الفوسفوفركتوكينيز 1 هذا وين موجود؟ بالجلايكوليسز. لما انت تزيد صناعه الفركتوز 2 6 بيس فوسفات، بالتالي هذا الانزيم بيشتغل وبيتحفز، لكن لما تزيد صناعته بيعمل للفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز اللي هو موجود بالجلوكونيوجينيسيس، بيعمل له ايش؟ اللي هو انهبيشن، تمام؟ والعكس صحيح، لما يقل هذا بيصير له اكتيفيشن، وهذا بيصير له ايش؟ انهبيشن، تمام؟ طب الفركتوز 6 بس فوسفات لازم نعرف، اذا ما عرفتوها عادي مش مشكله، كيف بتحول لفركتوز 2 6 بس فوسفات؟ عن طريق الفوسفوفركتوكينيز 2،
تمام، فوسفو فراكتو كايناز 2، مش مهم كثير، مش مهم كثير، تمام. طيب لكن اهم شيء تعرف انه علاقته طرديه مع الجلايكوليسز، لكن علاقته عكسيه مع مين؟ مع اللي هو الفركتوز 1 6 بيس فوسفاتيز، تمام، اللي هو موجود في الجلوكونيو جينيسيس. حكينا بحاله احنا اللي هو الفيدنج، احنا لما نكسر كربوهيدرات في الجسم بيزيد الفركتوز 2 6 بيس فوسفات، بيس فوسفات، بالتالي بحكي لك بحفز الفوسفوفراكتوكينيز 1 اللي هو بيشتغل في الجلايكوليسز، وبيعمل انهيبيشن للفركتوز 1 6 بيس فوسفاتيز، تمام. حكينا عن هذا، قلنا بيعمل استيميليشن للجلايكوليسز وانهيبيشن للجلوكونيو جينيسيس، تمام. هذا الشيء بيسوي استيميليشن للجلايكوليسز وبيعمل انهيبيشن لميلا جلوكونيو جينيسيس. بقول لك هي بحكي لك ما بصيروا الجلوكونيو جينيسيس والجلايكوليسز بنفس الوقت. طبعا الجلايكوليسز بضل مستمر، لكن لما تكسر عندي نسبه الجلوكونيو جينيسيس بصير الجلايكوليسز ايش بكميات بسيطه جدا، تمام. خلاص احفظ هاي العباره انتو وبس. هسه الهرمون الريجوليشن صراحه لقدام راح نفهمه اكثر، تمام، راح نفهمه لقدام احنا اكثر، لكن نعرف ان الجلوكاجون والابنفرين والجلوكوكورتيسويد هذول بيعملوا ايش؟ اكتيفيشن للجلوكونيو جينيسيس، لانه بيرفعوا صناعه الانزيمات الموجوده فيه، وعكسها تماما مع مين؟ مع الـ الـ اللي هو الجلايكوليسيس، تمام، عكسها تماما مع الجلايكوليسيس. اذا بتقراوا قراءه طبعا يفضل يعني، بس هي شغله فهم يعني بالاخير، تمام. احفظوا الشغلات الاساسيه زي مثلا الجلوكو كورتي كورتي كورتيسويدز، هاي مثلا بقول لك بتعمل لي بتزيد تحلل البروتين في المسل، فبالتالي بتطلع لي فري فاتي اسيد، هذول الفري الفري عفوا امينو اسيد بصير الاكسديشن وبتحول لجلوكونيو، بتحول لانترميديتس في الجلوكونيو جينيسيس زي ما حكينا قبل شوي، تمام. طيب الانسولين بيعمل انهيبيشن للجلوكونيو جينيسيس. يعني صراحه خلاصه الحكي هذا كامل بهذول العبارتين، هاي العباره اللي فوق وهاي العباره، تمام، هاي العباره وهاي العباره، تمام. لازم تعرف هذول الشغلتين، ماشي. طيب هذول صراحة يعني بيحكوا عن اللي فوق وحفظ هذول، تمام. طيب هسه في عندنا الامبيرد جلوكونين جينيسيس، بصير خلل في الجلوكونين جينيسيس، مثلا بصير عندي لاكتيك اسيدوسز، بصير عندي هايبوغليسيميا، بصير عندي نقص في السكر، تمام. هذا الاشي ممكن يسبب لي ايش؟ برين دامج، تمام. ليش بصير عندي لاكتيك اسيدوسز؟ لان البايروفيت المفروض يتحول لاوكسال استيت ويتحول لفوسفوين البايروفيت، لكن بكون في خلل، فبالتالي البايروفيت فيش حال قدامه انه يتكون يتحول لايش؟ للاكتيت. اللاكتيت بيسوي لي لاكتيك اسيدوسز، تمام. طيب الكوزز اوف امبيرد جلوكونجينيسيس بصير لازم تقراوهن، يعني يفضل انكم تقراوهن، تمام، يفضل انكم تقراوهن، هذا مش مهم كثير. يعطيك العافيه.